السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد. وإن شاء الله النهاردة هنبدأ الفيديو ده للناس اللي عندها أولاد 3 سنين ونص أو 4 سنين، اللي هي بدايات الحروف خالص. هنشتغل فيها بالسلسلة دي. هنتكلم عن اسم الحرف وصوت الحرف وإزاي نكتبه علشان نبدأ تأسيس من الصفر خالص على الطريقة الصح. تمام، يعني إحنا شغالين او الناس شغاله ايه قبل تفاحه، مفيش الكلام ده خالص. هنعرف الطريقه الصح للنطق وكمان الطريقه الصح للاسم الحرف وازاي نكتبه. فنبدا ان شاء الله على طول مع the letter A. A the name of the letter A. The name of the letter A. A A capital A small. A capital A small. A capital A small. A don't say A. A A A A A capital A small. A capital A small. Capital A and small A. Let's go to the video to listen the right pronunciation to letter A. Hi, I'm an angry apple. Ah, ah. This is the ah sound. This is the letter A. This is the letter A. One. Two. دي طريقة الكتابة زي ما انت شايف. هو بيقول لي this is the letter A. A مش A. نحفظ الحرف بصوته الصحيح. تعال نشوف بقى طريقة الكتابة. Number one. Line down. بعدين line down. Three. One. Two. هو كده بيقول الصوت بتاعه آ آ آ كأنك بتاكل تفاحة. آ آ آ آ the A makes a sound آ آ angry apple آ آ angry apple. What's the beginning sound آ what letter is this A apple Apple. Axe. Axe. Ant. Ant. Alligator. Alligator. Ant. Apple. Alligator. Axe. نقول معاه شباب. نقول معاه. Ant. Apple, alligator, axe. Ant, apple, alligator, axe. Ant, apple, alligator, axe. طيب يبقى الحرف ليه اسم ولي صوت. The name of the letter A. The sound of the letter A. تمام، واخدنا طريقة كتابته. لو حابين نكمل في السلسلة ديت عرفونا تحت في التعليقات، واشوفكم في الحرف الثاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.